هل انت هتقوم من تركب هذا البرخ؟ لسه شويه. نعم. ليس بعد. هناك جزء اخر وبعد كده ان شاء الله لما ربنا يكرمنا ناصر انتنا. على فكره احنا محتاجين بوبو عشان نروح هناك عشان نحدد المكان اللي هنركب عليه البرج الثاني. فاهم حاجه؟ ترجم لها يا عم. ترجم ايه؟ نحن نريد بوبو لكي ندخل الى الغابه. ادي له هو من يصله. نعم. ادي له ما تديله يا عم وخلصنا. هو مين ده يا عم اللي اديله؟ واديله ايه اساسا؟ انت اتهبلت ولا ايه؟ النبي انت قلت ايه؟ ايه؟ اديله اكتر من يعرف الغابه. انت عليكو ايه ده يا عم؟ واحنا داخلين الغابه ولا داخلين التراك؟ خد يلا استنونا. لا لا انا مش قادر اكمل السباق ده. قوم يا هاني، قوم هتضيع مننا الذهبيه. قوم اتحرق الذهبيه على سيجنال تل على الابراج. قوم يا هاني قوم، خلينا نلحق النعامه اللي قدامنا دي. يلا بينا. والله هو ده فين؟ انا شايفه بيعدي من بين شجرتين. هاني يا عم الغابه كلها شجر، انا شجرتين فيهم. بص على اي اثار على الارض. مش لاقي اي اثار. احنا تهنا هاني على فكره. ما تخافش انا عارف طريق رجعك. رجعني ازاي؟ على اساس ان احنا في البطل احمد عبد العزيز. احنا كده نمسح الكلب ولا ايه؟ هاني كده بقدر اقول لك الواد اديله ده تاه مننا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل بيبي. انا هموت. تصدق فكره؟ اه قال بيقول لك هاتوني سايب المجبوره وانتوا راجعين. ده على اساس ان احنا رايحين هايبر. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ده؟ هيعملوا فينا ايه؟ هياكلونا. هيموتونا على اول ولا ايه؟ هدى على صوبك. اهدى. اوعى يالا. ابعد يا. ابعد يا. لا اله الا الله. دي مالك يا جماعة؟ ايه ده؟ الجراب؟ يا عم احنا بتوع الموبايلات. مين؟ احنا اسفين والله ما كانش في حمامات في الغابة والله. دي مالك يا جماعة؟ خلاص مش هنعمل في البيت تاني. بابا شلوي ما كله وفوقت باتشر يا جماعه بوتي يا البوليس. والدي يعتذر لكم. ايه ده؟ هو والدك يبقى زعيم القبيله؟ نعم زعيم بيومي. والدي زعيم القبيله. الحاج بيومي ده جامد وش.
تعب من ساعتها؟ واضح ان الحاله متاخره قوي. على فكره انا اعرف دكتور مسالك في دار الفؤاد يظبط لك الدنيا دي كلها في يوم عادي. انت مش يعني هي بس انت محتاج ظبط فلانشه بس والدنيا تبقى تمام. طب انت مكمل كل ده؟ يبقى واضح ان المعده وكل حاجه انتهت. حضرتي الغداء؟ اي يا فندم كله تمام. فريده بنتي حبيبتي امورتي ازاي؟ كنت فين يا حلو؟ كنت في اجتماع مع مدام زينب في الجمعيه. خير؟ نقول مبروك؟ مبروك ايه بس؟ دي بتقولي ان مجلس الاداره هيجي يزورنا، بتقولي عايزين يجوا يشوفوني بقى انا وجوزي واحنا عاملين ايه مع بعض. طب ما قالولكيش هيجوا امتى؟ سألتها بس حسيت ان هي بتتهرب من السؤال، واضح ان هم عايزين يجوا فجأة. فريدة انا عاوزك تهتم شوية بجوزك يا بنتي. ليه يا بوبي؟ وانت شايف ان انا مقصرة؟ احنا لسه جايبين شغالة اهو. يا بنتي شغلت ايه بس؟ سيبك من كلام امك ده، الراجل مننا عايز لما يرجع بيته الى حضن حنين يترمي عليه، يترمي في حضن الشغالة يعني. ايه ده هو؟ واضح انه بيجي على السيرة، بيكلمني تانجو، اكيد شغلوا السيجنال هناك. الو، ازيك يا حبيبي؟ لسه كنت بجيب في سيرتك. بجيب سيرتي مع مين؟ مع بابي. اس بابي ومامي قاعدين معايا في البيت لحد ما انت ترجع. هي الناس دي ما بتروحش بيتها ولا ايه؟ مش حال زي ما كنا ساكنين في نفس الشارع. انا رايي نفتح البيتين على بعض ونخلص. تصدق ان انت قليل الادب. عمي ازيك يا عمي؟ وحشني والله. مش عايز اقول لحضرتك البيت من غيرك ملوش اي معنى. الو، ايوه عمي، تقريبا الارسال وحش. الو الو الو، هو حماك وحماتك دول قاعدين عندكم على طول؟ ما بعرفش اقعد مع مراتي لوحدينا ابدا. يا نهار اسود، ربنا يكون في عونك. مجينا. هاي هاي، اليوم احتفال سنوي للقبيله، نرجوكم الى الحضور. والله للاسف يا مجيده مش هنقدر نحضر. مش هينفع خالص يا مجيده، مش هينفع. احنا طيارتنا النهارده الفجر، يا دوبك نحضر حاجتنا. احكام بليز درينك فود. يخرب بيتك، ده انت راشق في اي مصلحه. ترينك ترينك، تعانس 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 تعانس، وانت صعب صغير قوي. والنبي احسن نروح ندانس، انا بحب الدانس قوي. ده احنا هننبسط. وش شكلك هتضيعنا. وش